والله العربي النصر يستاهل باش يترشح للرئاسة. إنسان يعجبني، إنسان يعجبني برشا، إنسان باهي برشا، نتبع في القناة نتاعو معناها يعاون في الناس. أنا من الناس اللي نشجعوا باش يترشح للرئاسة بتاع 2013 ولا حتى 2020، ليسونسيال الموجود ويترشح. عندك يستاهل، يستاهل، يستاهل سي العربي نصر، يستاهل، حنين وباهي وإنسان يسقف على الزوالي. بالنسبة لي أنا ننتخبوا برجله، ننتخبوا برجله. العربي نصر سي العربي نصر حنين وسخوفي ويسقف على الزوال يسمع والناس يردعها. حق نتاع ربي إنسان سخوفي ياسر، فهمت؟ الرشح والرشح واني الرشح. انسان طيب قاعد يعاون في العبيد سيرتو من المسامح كريم، نتفرج عليه في برشا معناها حكايات. باهي ما نجم نقول فيه حتى شيء خايب. اما يعتبر ممتاز ورجل صاحب مواقف. فهمتني ولا ولكن حاولوا في السابق باش فهمت لا يقسوا القناه. لكن ما راعنا الا جاب ربي في السابق كما يقولوا رجعت المياه الى مجاريها، فهمتني ولا. وحاولوا باش يكملوا له. وهو معناه من الناس اللي يمد من يد المساعده للفقراء والمساكين في العديد من الحالات. ماذا بينا الف من العربي النصر لا ننتخبوا، انا من الناس اللي ننتخبوا. وانا والعديد من المواطنين ينتخبوه. خاصه اللي الطبقه اللي معناها يعرفوه مليح مليح مليح، ما يقولوا يتابعوا في القناة نتاعو. غني على التعريف، الناس الكل تعرف سي العربي نصر شنو هو وشنو عمل وش ما عملش، الناس الكل تعرفه. ينجم يقود البلاد للمخير ولا ينجم معناتها فيه الكفاءات الكل، ينجم علاش لا، بوركوا با، خير من غيره برشا وينجم يفيد على البلاد معناتها علاش لا. ينجم يحس معناتها بالمواطن، يحس به. خاطر اللي مش يشد الرئاسة يلزمه معناتها يحس بالإنسان معناتها، فهمتني؟ أي هو تعدى بالمرحلة هذيك معناها تعدى ومعناتها وباشر الشعب يعني وعمل برشا حاجات احنا شفناه معناها برشا حالات عاونهم الكل. هو شخصيا إذا مشى بالما أنا واللي نعرفهم من صوتوا له وآلاف وملايين يصوتوا له. ما بين الناس المترشحة مش يكون عندنا العربي نصرة داكوردو؟ مانيش عارف، عندك فكرة على العربي نصرة ولا؟ بيان سور العربي نصر هو بعث قناة حنان بعد، شكون ما يعرفش العربي نصر معناها؟ سي كيلكان كي ميغيت تو لو ريسبي، قاعد يعمل في الخير، يعاون في العباد، ديجا قناة حنان بعد هي كانت ديما السباق اللي مشات للمناطق اللي الأعلام ما نجمش يوصل لهم معناها، وكان ديما يعطينا المواضيع المهمة في تونس. السيد هذا في يوم ما باش تلقاه مرشح لرئاسة تونس، شنو رأيك؟ والله جيسبر بيان معناها كو كيل سوا لاوتور بيان سور، كو احنا نتمناو انه يكون معناها رئيس بويسكو اعماله معناها كانت باهيه ورانا اللي هو يحب الشعب ويعاون في الشعب ويعمل في الخير معناها، واحنا ذاك اللي نحبوه توا، نحبوا الا يعمل الخير وان شاء الله يكون قد المسؤوليه معناها الا يتحمل هكا. بصدق اني كان هو يرشح روحه للانتخابات الرئاسيه ننتخبه، خاطر عاون برشا ناس وشجع برشا ناس وكافحهم برشا ناس ورأوه احنا برشا في التلفزة وريتو كيفاش قدم الإعانات لبرشا فقراء وبرشا عباد معوزة، واني واحدة من الناس كتلميذة وكإنسانة نخدم نشجعوا العربي نصر باش يكون رئيس الدولة. توا والله اسمعني، يعني واحد من الناس نشد فيه بسقايا ويديا، تعرفش علاش؟ خاطر كي نشوف الناس هذوما كيفاش نشوف نشد فيه بسقايا ويديا، فهمت؟ نتشرفوا به العربي نصر. يعاون في الزوال، يعاون في اليتيم، يعاون في الناس المرضى، يعاون في الناس الكل، نتشرفوا به. مانيش لا خايف ولا طعم، من غير اشكاليه ننتخب عربي نصر مشكور. بين الناس يعني باش تكون مترشحه عندنا لرئاسه تونس، يعني من الناس المترشحين لرئاسه تونس باش يكون موجود العربي نصر. العربي؟ والله اول واحد ننتخبه، والله اول واحد ننتخبه قسما عظما، ونحبه برشا على خاطر يعجبني بالرسمي. والله والله مشيت لعمر انا وعمش نعاون صدقني، وكان يحطوه نصوت له انا واولادي. انتخبوه؟ والله انتخبوه انا واولادي. راجل في السياسه يعجبني، باهي برشا، ساعد برشا عباد وساعد برشا ناس وقام برشا حوايج ما نجمش حتى واحد يقوم بها اليوم، توا في الرئاسه شادين. انت تنتخبوه ام لا؟ سانسيرمون كي تلقى اسمه. ننتخبه بصدق. بالنسبه لك انت تنتخبوه ام لا؟ انا ننتخبه، انا زاد ننتخبه ونتمنى انه يكون هو في الرئاسه بصدق. من كل قلب نصوت له ودور عالم نجمه، نصوت كان هو
شكون؟ العربي نصرة. انتخبوا؟ الرسول. والرسول سيامي وصلاتي اللي ودنا نصور على بحث ياجر. وان شاء الله يا ربي يا ربي نتمنى يشوفي في الكاميرا. نتمنى كل واطن وكل تونسي تحية تونس نتمنى الكل يصوتوا كاللي هو. لا نصوت لحتى بشر. ما نصوت كاللي هو. والشباب الكل نقول لهم كان هو نتحدى القهوة ونخرجهم. يا ربي يا ربي اهلكي من عينيا اقضي علي تو اذا ندب ونزفت. نتمنى السيد العربي نصرة هو يجي رئيس تونس. خلي ينور تونس كل. خاطرش هو قاعد تاعب بالكراهه نتاعه وبالشعب نتاعه من اي بلاصه في جبل في كذا بالقناه نتاعه بالمال نتاعه بكل شيء وربي ينوره وربي يحفظه. مجهود كبير مجهود المجهود اللي بادله هو ما بادله حتى اي بشر. لا يرحم والدي يرحم. سن رحيم قلب رحيم وبرشا شفناه برشا حجز ناس برشا داوى ناس. الحق الله يرحم والديه. ان شاء الله احنا نعملوا في الاحصائيات على الانتخابات الرئاسيه المقبله، كل مره عندنا شخصيه باش تكون مرشحه رئاسه تونس نعملوا عليها صبر الاراء، اليوم عندنا شخصيتي العربي نصرة، شنو رايك؟ ولد الشعب، مش نحس قريب، معناتها ولد الشعب، ويحس بالشعب، يحس بالزوالي، ويحس بالقليل، واني واحد من الناس نتمنى ان كل العربي نصرة رئيس دوله، بالرسمي.